حبايب قلبي، مساء الخير والعافيه عليكم يا طيبين. بعد ما شفنا المدرسه، مدرسه الموسيقى البارحه، اليوم انا عندي زياره الى هذه الحديقه، وهذه مباني طبعا، هاي كلها عباره عن حدائق دائما دائره مؤجره طبعا، يأجرونهن مكانات بحيث ممكن يشون به المكان، مكان ذاك المكان، هذا مكان عبارة عن غرفة نوم مثلا، غرفة صغيرة وبها مطبخ وتواليت وحمام، هذا مكان ويؤجر من الدولة زين، ممكن تزرع بيها، ممكن مثلا استعمل شوي، مثلا ممكن تزرع بيها، ممكن أي شيء تخلي شغلاتك، مثلا هاي الشغلات مثلا مع النجارة، أي شيء أعمالك يعني تخلي فيها يعني، وهذه تأجرها من الدولة، تدفع سنويا تدفع حسب ما قال لي يعني صديقي، تدفع سنويا 200 يورو ضريبة للدولة. زين حبايب، هسه خلنا نشوفكم المناطق المحيطة بهاي المبنى، واخذكم على مكان عيني او مزرعة عيني صديقي، ونشوفكم يا قويانا حبايب. شوفوا عيني، هاي كل واحد الى مزرعة، شوفوا كل واحد الى مكان مزارع، يعني تقريبا مزرعة صغيرة حبايبي، شوفوا مزرعة صغيرة. شلون هذا جيران الصديق علي عنده مسوي غرفة، هاي يزرع لك فشي، يزرع مثلا خضروات، يزرع فشي هيك يعني زين، خضروات ورد ما اعرف شنو من الكلام هذا، على طول هاي المدينة، هاي المنطقة زين. فهنشوفكم جهة ثانية حبايبي، شوف مسوي له تواليت، مسوي له حمام ومي وما اعرف شنو، اي وزرع لك كل الزرع. حدائق شوف جد حلوة، حديقة عامة ممكن تزرع بيها، ممكن ورد، ممكن خضروات، شوف هاي زارع لك بيها. حبايبي الغالين، هذا أحب هيك أجواء يعني صراحة، أحب هيك طبيعة يعني صراحة حبايبي، طبيعة حلوة والزراعة حلوة طبعا، الجو شوية كئيب ظلمانية بصراحة، مغيم ومطر وهذا زين. أنا شو أحب هيك أجواء، هيك أجواء، وبنفس الوقت أحب حيوانات يعني مثلا دجاج. أنا سألتهم طبعا، سألت قلت لي أقدر أجيب لي فد، أسوي لي فد دجاج، فد مجموعة دجاج مثلا، شلون هاي البناية مثلا، هذا الكعب، هاي المساحة كلها أسويها مثلا حقل مال دجاج فد شيء. قالوا لا علي ما يصير، أنا بس مخصص للزراعة، تزرع شغلات فيها زين. الفلوك يعني الفلوك مالتي مال البيت مالتي ان شاء الله راح انزله، راح اكمله يعني، لان تعرفون صار وايد منقطع عليكم زين حبايبي. واذا شغله بلجيكا اكو هيك بيها اسال، اريد اسال يعني زين، لان اريد بصراحه هيك ارتاح، اقعد لي فد يوم يعني مع اصدقائي، نشوي مشاوي مثل ما شفتوا ذاك البنايه مال صديق علي هناك، هاي البنايه زين، ذاك البنايه قبل شويه هسه بصور لكم اياها، هيك اجواء شوي شغلات، واحد شوي ينسى همه، ينسى فد شيء. انا راح نشوف شنو خلال طلعتي، جوز باكر وجوز يوم، جوز اجمع لكم اياها كلها في فلوك واحد زين، واسوي لكم اياها ان شاء الله انزلها. يعني اخذت البيت الجديد، وانتقالي من البيت القديم الى بيت الجديد، وشوي اكو هاي تطورات يعني سويتها، كملت بيتي حبايبي، اثثت ما عرفت، كان ماكو شيء ما ادري، تعرفون شايفين يعني شوفوه، سويت مقاطع بيها على الانستغرام مالتي، وطلعت بيتي انه انا انتقلت على بيت جديد زين، واثثت البيت مالتي والحمد لله، وضعيتي الشغل اوكي تمام. حبيت اطمن عليكم وايد، مشتاق لكم وايد حبايبي، لانه شغل وعمل، ومو مثل بقيه اليوتيوبرية اللي ما عندهم لا شغل ولا عمل، يسوون مقاطع وما اعرف ايش، لان ما عنده شغل، ما عنده ارتباط عمل، ما عنده فد شيء زين، فيروح يسوي لك فلوك هنا، يسوي فلوك هنا
يخيم هنا ويصيد هنا ويروح يسوي لك مثلا بالاسواق وبالمعرف ايش. واي عندنا في المانيا في بلجيكا واي عندنا شباب عراقيين يسوون فلوكات وهذا ويخيم ويشوي وهذا كان يتابعهم طبعا زين. هذول ما عندهم شغل ما عندهم شغل ما عندهم التزام عملي. فانا عندي التزام حضاري انا عندي التزام عملي العمل مالتي يمشي صراحه. صار عندي فاست كونتراكت يعني عقد دائمي والحمد لله بشكل مني الوضعيه كلها تمام ان شاء الله زين بالشركه مسموع شغلي مسموع عملي اوكي تمام زين. بصراحه محبين بالعمل من البلجيك وغير البلجيك ايضا يحبوني يعني شغلي كان من البيت للشغل من العمل من العمل للبيت وهكذا. اقضي بعض الاحيان سبت واحد من اصدقائي بعض الاحيان اصور على الانستغرام صراحه على التيك توك زين وبس لكن ما انزل على القناه. وان شاء الله هاي الفتره ارجع احاول انه ارجع للقناه مالتي بصراحه هملتها شويه والاهمال يعني مو بسببي وانما بسبب ارتباطي بالعمل يعني ارتباطي بالعمل. فانا عندي العمل اهم شيء والقناه هاي مالتي قناه يعني للتسليه قناه لي اخر تطوراتي اخر شغلي اخر عملي شنو احداثي وين دا اروح وين دا. فمو مثل البقيه انا مثل ما قلت يعني بقيه ما عندهم شغل وهذا ومن حقهم انه يسوون وهذا وبالتوفيق لهم وتوفيق لنا ان شاء الله. لكن هوايه توصلني رسائل علي وينك مختفي ما اعرف شنو. والله يا جماعه انا مش شغل يعني بعمل اطلع الساعه بالسبعة اقعد الساعه 6 افطر واكل لقمه شويه واروح للعمل ويبدا العمل الساعه 8 زين اخلص ارجع للبيت الساعه 4 زين لحد ما اوصل اخلص العمل الساعه 4 لحد ما اوصل للبيت الساعه 5 وهكذا. العمل مالتي بعض الاحيان يم البيت اوردرات يم البيت مالتي اروح اكملها زين وبعض الاحيان لا خارج المدينه اخذ الاستاف مالتي واروح وهكذا. حبايب حبايبي هذا مكان السمك نشتري سمك هاي شوف هاي سمك كل الأحواض هاي سمك اوكي انت فرا انا زيت انا كنت يا 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 هذه الوحده اللي اخذناها راح ناخذ وحده صغيره. اي 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 مسكين مسكين ديزا سمك الاصلي Kontrollplant. Schön, wenn man.
أسواق تسوق شكرا. واو شوف حوالي يا شباب أسواق حلوة سباقات ماركت أسواق عادي أسواق عادي من الخضار أسواق من الخضار هاي زيت كل شيء أسواق حلوة حلوة أسواق جميلة في ألمانيا حلوة تخفيضات تخفيضات هاي كلها كل شيء موجود ملابس مسائية كل شيء موجود حوالي كل شيء سوبر ماركت كل ضخم سوبر ماركت كل ضخم سوبر ماركت حلوة جميلة جدا يعني سباقات عملاقة بعد ألمانيا لو يا نشوف هاي في السلجيك يا شو رأي عندنا طلع عندنا هاي موسيقى كل شيء موجود عندنا هاي هاي أنواع الدجاج والباط وش اسمه هذا مو حلال كله مو حلال نعام باط نشوف نعام باط هاي مشتت كل الأسواق كل مجمع كامل كل مجمع كامل هو مجمع هاي مال بيتزا ما بيتزا بس هذا مو حلال هذا مثلا هاي طماطم وجبن اي يعني حلال هاي هاي قد يكون دهن الخنزير بيها لازم واحد يطلعهم كل انواع بيتزا شوفها كل بيتزا روايح وبطاط ما بيصير ايه بس هذا ضخم المانيا ضخمة هاي مشروبات ما مشروبات شوفوا هاي الالبان ما البان الكيك المحشى بالشوكولاتة بالكريمة بالما اعرف ايش هاي كلها كل هذا هناك وعطوا ملابس شوفوا هاي ملابس نسائية اكسسوارات أجهزة كهربائية شوف مال كوفي كلها تخفيض كلها تخفيضات موسم مال تخفيض هاي مال شاشة مال تلفزيون سلايتات هذا تي في تلفزيون سمارت شوفوا ليبرال تي في ليش حبيبي 160 يورو كان لقيت كان 330 تخفيض إذا مسوينا كوترينج تخفيض 51% صار 159 والله عمي بلاش يشوفون الجماعة الكد يغارون الكد يغارون شوية ما تخليهم يطلعون اصلا نفس الهوسه وش اسمه شوف سوق العرب واسواق العرب وهذا
زيادة هذا الشوي شلون شوي هذا الجبات وبعد كباب نشويين يوم سلفنا علي البصل كان حتى ما يحترق بصل كذا الكلاب الحلوة فنجوس فناجس هالشميس شو هالشميس هذا الشوي الزين هنا أنا بزعت علي صاحبي هلو يا تحميصك يا أبو حسين يا أبو هذا الكباب الزين شوفوا هذا الكباب الزين أنا معدل شلون خمرات دخنية عائلة علي شوف ما شاء الله شوف مع البيت رتب ويلي تعالوا يا ما تعالوا تفضلوا يا هذا الكباب أصلي الشوي يا بس شنو هاي يا هذا غزال هذا غزال صغير بعد توه غزال والله والنعم بيت علاوي الغالي على البصلاوي والخال العزيز وهاي الحداثة هنا أنا من فلسطين أنا أكل يا أبا ليكم دي يسلم عليكم دي يسلم عليكم يا أبا شوف ما شاء الله شو أحلى باشا وهاي احنا دولما سويت الميان للشباب شوف شلون دولما عيني هاي البارحة والله سويتها بالليل زين جماعة كانوا مو موجودين شوف شلون دولما شلون شيخ محشي حبايبنا الغاليين اهلا وسهلا بكم انا في مطار برلين متوجه الى اوسلو ومنها الى بروكسل العاصمة ان شاء الله عندي شغلة كم يوم اقضي في اوسلو وبعدين ارجع الى بلجيكا حبايبي هذا مطار برلين العاصمة هذا مطار برلين العاصمة الحلو الجميل هذا حبايبي البوردنج الرحلات وما رحلات شوفوا حبايبي هاي الرحلات من هنا اوسلو هاي اوسلو حبايبي جوها تل ابيب اللي هي اسرائيل وهاي اوسلو جوها تل ابيب اوسلو الساعة 13:05 بوردنج A7 زين عيني حبايبي بس هاني بالطيارة هاي الخطوط الجوية الاسكندنافية SAS هذي قلبي هذي قلبي هاني هذي هاي الطائرة الجميلة الحلوة الجميلة هاي Var instruksjoner under flyvningen. Et sammendraget informasjon finnes på safety-on-board-kortet i stolommen. Sikkerhetsbeltet festes og åpnes på denne måten, og det skal alltid være fastspent når...
حبايبي وصلت لبروكسل العاصمة. كانت رحلة من الباص ببروكسل إلى ألمانيا أوسلو. إجازتي قضيتها بألمانيا بأيرلندا وأيضا في وارسو العاصمة النرويجية، وعدنا إلى بروكسل عاصمة مملكة بلجيكا حبايبي، وانتهى الفلوق مالتنا حبايبنا القلبين. وأتمنى ينال إعجابكم واستحسانكم. تحياتي لكم وين ما تكونون، ونلتقي معكم في جولة وفي فلوق آخر وسفرة أخرى، وإن شاء الله ما نقطع بكم. تحياتي لكم وين ما تكونون، ومع ألف سلامة.